These bad dance make it hurt. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج البيتكوين. هي عملة رقمية تم إنشائها في يناير 2009، ويتبع الأفكار الواردة في ورقة بحثية كتبها ساتوشي ناكاموتو، الاسم المستعار الغامض. لا تزال هوية الشخص والأشخاص الذين ابتكروا التكنولوجيا لغز، ولكن تقدم البيتكوين وعداً رسوم معاملات أقل من آليات الدفع التقليدية عبر الإنترنت، وعلى عكس العملات الصادرة عن الحكومة يتم تشغيلها من قبل سلطة لا مركزية. البيتكوين هو نوع من العملات المشفرة، لا توجد بيتكوين فعلية، فقط الأرصدة المحفوظة على السجلات العامة التي تمتع الجميع بالوصول الشفاف إلى هذه السجلات. يتم التحقق من جميع معاملات البيتكوين من خلال كمية هائلة من قوة الكمبيوتر. على الرغم من أنها ليست قانونية في معظم أنحاء العالم، إلا أن البيتكوين تحظى بشعبية كبيرة، وقد أدت إلى إطلاق مئات العملات المشفرة الأخرى والتي يشار إليها مجتمعة باسم altcoins. يتم أيضا اختصار البيتكوين عادة باسم BTC. كل معاملة بيتكوين يتم إجراءها موجودة على السجلات العامة في متناول الجميع، مما يجعل المعاملات صعبة التزييف. هذا طبعا حسب التصميم الذي هو جوهر طبيعتها هي اللامركزية. السبب في أنها تستحق المال هو ببساطة لأننا كأشخاص قررنا أن لها قيمة مثل الذهب. هذا ما قاله أنطون مزغوفي. منذ إطلاقها في عام 2009 ارتفعت قيمة البيتكوين بشكل كبير، وعلى الرغم من أنها بيعت مرة واحدة بأقل من $150 للعملة الواحدة، إلا أنه اعتبارا من 1 مارس 2021 فإن قيمة البيتكوين الواحد يباع مقابل ما يقرب من $50,000. ولأن المعروض منها يقتصر فقط على 21 مليون قطعة نقدية، يتوقع الكثيرين أن يستمر سعرها في الارتفاع مع مرور الوقت، خاصة مع بدأ المزيد من كبار المستثمرين والمؤسسين في التعامل مع البيتكوين كنوع من الذهب الرقمي. تم بناء البيتكوين على سجل رقمي موزع يسمى بلوكتشين. كما يوحى الاسم فإن بلوكتشين هو مجموعة مرتبطة من البيانات، تتكون من وحدات تسمى الكتل التي تحتوي على معلومات حول كل معاملة، بما في ذلك التاريخ والوقت والقيمة الإجمالية، وأيضا المشتري والبائع، بالإضافة إلى رموز تعريف فريد لكل عملية تبادل. يتم ربط الإدخالات معا بترتيب زمني، مما يخلق سلسلة رقمية من الكتل. تقول ستيسي هاريس مستشارة شركة بيليكوين، وهي شبكة من أجهزة الصرافة الآلي للعملات الرقمية، بمجرد إضافة كتلة إلى بلوكتشين تصبح في متناول أي شخص يرغب في مشاهدتها، وتعمل كدفتر للسجلات العامة لمعاملات العملات الرقمية. بلوكتشين لا مركزي، مما يعني أنه لا يتم التحكم فيه من قبل أي منظمة واحدة. وأيضا يقول بوشي أوكورو الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لبورصة العملات الرقمية الأفريقية كيداكس، إنه مثل مستند جوجل اللي يمكن لأي شخص العمل عليه. لا أحد يملكها، ولكن أي شخص لديه رابط يمكن أن يساهم بها، ومع تحديث أشخاص مختلفين له يتم تحديث نسختك أيضا. في حين أن فكرة أن أي شخص يمكنه تحرير بلوكتشين قد تبدو محفوفة بالمخاطر، إلا أنها في الواقع ما يجعل البيتكوين جديرة بالثقة وآمنة. من أجل إضافة كتلة المعاملات إلى بلوكتشين بيتكوين، يجب التحقق من ذلك من قبل غالبية حاملي البيتكوين، ويجب أن تتوافق الرموز الفريدة المستخدمة للتعرف على محافظ المستخدمين ومعاملاتهم مع نمط تشفير صحيح.
طبعا رموز أو التشفير هي أرقام طويلة وعشوائية، مما يجعلها صعبة بشكل لا يصدق لتتعرض لأي عملية احتيال. في الواقع فإن المحتال الذي يخمن الرمز الرئيسي لمحفظة بيتكوين الخاص بك لديه نفس الاحتمالات تقريبا كشخص يفوز في يا نصيب لمدة 9 مرات متتالية. وفقا لبريان لوتي من كريبتو أكواريوم يقول بأن هذا المستوى من عشوائية الإحصائية لرموز تحقق البيتكوين والتي هي مطلوبة لكل معاملة يقلل إلى حد كبير من خطر أي شخص يمكن أن يحتال على معاملة البيتكوين. التنقيب عن عملات البيتكوين هو عبارة عن عملية جعل الكمبيوتر يقوم بحسابات رياضية لصالح شبكة البيتكوين من أجل تأكيد المعاملات وزيادة الأمان. كمكافأة على خدماتهم يستطيع منقبي البيتكوين الحصول على رسوم المعاملات التي يقوم بتأكيدها، بالإضافة إلى حصولهم على عملات البيتكوين المولدة حديثا. التنقيب هو سوق تنافسي ومتخصص حيث يتم توزيع المكافآت تبعا لكمية الحسابات التي تم عملها. لا يقوم كل مستخدمي البيتكوين بالتنقيب، والتنقيب ليس طريق سهل لكسب الأموال. في الأيام الأولى كان من الممكن للشخص العادي استخراج بيتكوين، ولكن هذا لم يعد هو الحال. يتم كتابة كود البيتكوين لجعل حل الألغاز أكثر وأكثر تحدياً مع مرور الوقت، مما يتطلب المزيد والمزيد من موارد الكمبيوتر. اليوم يتطلب تنقيب البيتكوين أجهزة كمبيوتر قوية والوصول إلى كميات هائلة من الكهرباء الرخيصة لتكون ناجحة. هذا العرض الثابت من 21 مليون بيتكوين يحتاج إلى إنشاء وتوزيع. لكي يحدث هذا يجب استخراج البيتكوين. تتنافس ملايين أجهزة الكمبيوتر المنتشرة في جميع أنحاء العالم على حل الألغاز المشفرة من أجل التحقق من المعاملات التي سيتم التحقق منها بمجرد إضافتها إلى بلوك تشين. أي منقب للبيتكوين يحل اللغز بنجاح أولاً في هذه المسابقة العالمية يتم مكافأته ببعض البيتكوين الإضافية تسمى مكافأة الكتلة. حالياً مكافأة التنقيب هو 6.25 بيتكوين. يتم خفض هذا المعدل من بيتكوين المنشأ حديثاً، يحدث كل 4 سنوات تقريباً، في حين بدأنا في 50 بيتكوين كل 10 دقائق. تم خفض المعدل إلى 25 ثم إلى 12.5 بعد أن وصلت إلى 6.25 حتى الآن. تشير التقديرات إلى أنه بحلول 2140 سيتم استخراج كل بيتكوين موجود. اعتبارا من مارس 2021 هناك ما يزيد قليلا عن 18.6 مليون بيتكوين قيد التداول بالفعل، مما يترك حوالي 2.4 مليون قطعة نقدية متاحة للتنقيب. بسبب قدرتها التنقيبية غالبا ما تتم مقارنة البيتكوين بالذهب، وكما هو الحال مع الذهب فإن إنتاج البيتكوين الجديد يعرض ما يمكن تسميته بارتفاع التكاليف الهامشية. وكلما أراد أي طرف واحد التنقيب كلما أصبح التنقيب أكثر صعوبة، لذا فإن التنقيب هو حساب لا يمكن تزويره المعروف باسم التكاليف التي لا تغتفر. مع بيتكوين وتستخدم أجهزة الكمبيوتر للقيام بالتنقيب بدلا من آلات التعدين الحقيقية مثل الحفارات المتفجرات والشاحنات. يشار إلى البيتكوين عادة على أنها النسخة الرقمية من الذهب. تماما مثل الذهب بيتكوين ليست مسؤولية أحد، إنها أموال غير مركزية يمكن الاحتفاظ بها بشكل مستقل عن أي طرف ثالث. وعلاوة على ذلك تنطبق الندرة على كليهما. على الرغم من أن البيتكوين يمكن اعتبارها نادرة للغاية والتي قد لا تكون صحيحة بالنسبة للذهب، في واقع الأمر لا أحد يعرف العرض الحقيقي للذهب، في حين يمكن تقييم جدول إمدادات البيتكوين بشكل مثالي. في الوقت ذاته تعتبر البيتكوين أيضا قابلة للتحقق والمراجعة بسهولة أكبر مثل الذهب نفسه، نظرا لأنه مراجعة شبكة بيتكوين بكل قواعدها النقدية فقط من برنامج كمبيوتر بسيط يعمل على جهاز الكمبيوتر. وبما أن البيتكوين رقمية بطبيعتها فإنها تتجنب مشاكل القدرة على الفحص والتحقق التي تعاني منها السلع المادية مثل الذهب. مع مرور الوقت يمكن اعتبار البيتكوين الذهب الأفضل، ومع ذلك من المهم أن نأخذ في الاعتبار على الرغم من
وحدات بيتكوين موجودة كإدخالات في السجلات العامة الموزعة التي يحتفظ بها منقبي البيتكوين. إذا انهارت الحوافز لدعم البيتكوين فإن منقبي البيتكوين لن يقوموا بعد الآن بالتنقيب، وبالتالي الحفاظ على بلوك تشين البيتكوين تختفي وحدات البيتكوين من الوجود، ولا ينطبق الشيء نفسه على الذهب الموجود بسبب طبيعته المادية اللي يؤيدها قوانين الطبيعة. للإجابة على هذا السؤال دعونا نلقي نظرة أولا على خصائص المال كوسيلة للتبادل وتخزين القيمة، ويعرف المال بالخصائص التالية: الاستمرارية، قابلية النقل، قابلية الاستبدال، الندرة، والقسمة والتعرف عليها. بالنظر إلى البيتكوين من خلال هذه العدسة يرى الشخص أنها توحد هذه الخصائص الست بشكل مثالي تقريبا. لذلك يجب أن تكون الإجابة على هذا السؤال نعم، بيتكوين هو مال، ولكن وهذا هو حاليا واحدة من القضايا الرئيسية مع بيتكوين كمال، والمال ينبغي أيضا أن توفر لحاملها استقرار الأسعار فيما يتعلق بالعملات الأخرى والسلع الحقيقية. كانت البيتكوين متقلبة للغاية على مدى العقد الماضي، وقد زادت قوتها الشرائية أكثر من 10,000 ضعف، ولكن ليس من دون المرور بوجوه من التقلبات الحادة في الأسعار. حتى الآن من الواضح أن البيتكوين فشلت في تزويد حامليها باستقرار والأمن على مدى فترات قصيرة من الزمن، ولكن هل هناك فرصة لتحسين البيتكوين من حيث تقلب الأسعار؟ بالحديث عن استقرار الأسعار، العرض الثابت من 21 مليون بيتكوين، منها ما يقرب من 19 مليون هي بالفعل في التداول، هذا يترك دائما مجال للتقلبات الناجمة عن الطلب لصالح استقرار الأسعار في المستقبل. حقيقة أن البيتكوين لا تزال في دورة حياتها المبكرة، وعملية التبني بدأت للتو في التسارع، وكلما تقدم البيتكوين في مرحلة تحقيق الدخل هذه كلما زاد التذبذب المتوقع. بمجرد الانتهاء من مرحلة تحقيق الدخل من المتوقع أن يكون للبيتكوين تقلبات مماثلة للذهب. لذلك لتوفير أسعار أكثر استقرارا فإن البيتكوين لديها المزيد من النمو للقيام به. حجة أخرى تؤكد خصائص بيتكوين كأموال هي ما يعرف بتأثير ليندي، وينص هذا التأثير على أن وجود أو العمر المتوقع في المستقبل لأي تكنولوجيا جديدة أو فكرة جديدة يتناسب مع عمرها. البيتكوين موجود منذ 12 سنة تقريبا، مما يعني أنه يمكن توقع وجوده ل 12 سنة أخرى على الأقل، ومع كل سنة إضافية يكون البيتكوين ثابتة ومستقرة أنه من المتوقع أن تكون موجودة لفترة أطول، وهذا يعني أنه كلما طالت فترة عمل البيتكوين زاد احتمال القيام بذلك في السنوات القادمة.